يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. فيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، والبداية بالقاهرة العظمى فيها 34، الصغرى 26، الإسكندرية 33-24، مطروح 31-23، بورسعيد 32-27، والإسماعيلية 36-25. ننتقل إلى السويس، العظمى فيها 35، الصغرى 26، العريش 32-23، أما طابة 36-29، شرم الشيخ 40-30، الغردقة 41-30. وفي الأقصر العظمى 44، الصغرى 30، أسوان 45-32، الوادي الجديد 44-26، حلايب 34-31، وأخيراً شلاتين 39-31. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غداً في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.